السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شركة اسمها اير كندا، دي شركة استضافت شات بوت بيبدأ يجاوب على الناس لو حد عنده اي اسئلة، عايز يحجز طيران، عايز كذا. فبدل ما موظف انسان بيجاوب، هي بدأت تسطب شات بوت يجاوب على الاسئلة. طيب السؤال ده نفكر فيه، هو جاوب غلط، يعني هو مثلا قال له ده الرحلة الساعة 8 وهي الرحلة الساعة 6، فضرب حاجات. ف لو هو قال ان في سياسة معينة لرد الفلوس غير السياسة اللي الشركة متبعاها، مين المسؤول؟ في ناس حجزوا غلط وكانوا معتقدين تواريخ وحصل فيها لخبطة فرفع قضية، فالشركة بتقول لا، كان المفروض ان هو اللي راكب يتأكد من الحاجة دي وما يثقش في برنامج الشات. لكن المحكمة حكمت ان الشركة هي اللي تتحمل التعويضات ديت، لان هي مسؤولة عن الموظفين ومسؤولة عن البرامج اللي هي بتسطبها. طبعا هي الشركة مع أول بلاغات حصل راحت موقفة الشات بوت ده وفصلته، وبتحاول إنها تستخدمه، لكن المفروض لما تستخدم برنامج أو تكنولوجيا حديثة تتأكد منها الأول. تتأكد منها من خلال إيه؟ من خلال خلي الموظفين بتاعك يبدأوا إن هم يجربوا، يعني مفيش حاجة اسمها عندي برنامج جديد وهستخدمه، لأ، خليهم يخشوا ويسألوا أسئلة كتيرة ويتأكد هل الإجابة مظبوطة ولا لأ. ما ينفعش إن أنا أعين موظف من غير ما أختبره، فأنا دلوقتي عينت برنامج وبتعامل مع الناس وممكن يجاوب غلط. يعني حتى انا لما حد بيقول لي في برنامج كويس لازم اجربه وعلى حاجه انا عارف النتائج بتاعتها عشان اشوف هل النتائج بتاعته مظبوطه ولا لا. مشروع شرطته قبل كده وابدا اجرب، اقدر جاب لي احمال مختلفه تماما. تمام، يعني حتى لما بنجرب اي برنامج في قصص كتيره جاب لنا نتائج غلط، فبدانا نسال ده بيستخدم معادلات مختلفه وهكذا. فده غلط من شركه الطيران نفسها انها اعتمدت التكنولوجيا الحديثه في ظل الهوجة والموضة من غير ما تتأكد منها، من غير ما تخلي موظفين يبدأوا يسألوه ويتأكدوا من صحة النتائج اللي هو بيقولها. فنخلي بالنا.